حبيبتي حبيبه ديالي كدايره صافي لاباس عليك كيفاش عاودتي صحيحه بخير حتى اللحيه ومولا دار لاباس عليك صافا ماشي عليك كبرتي اخلاقتي ويلي ما نقولش لك البارح كنت في خيبر دخلت بشداني راجل واحد الريسطو كدايره انت يا اختي على الناس ديال لي غيسطو يا اختي واختي حنا غير الدار بالساعه واش قلتي عليا؟ واش قلتي عليا؟ من الناس عمرك ما تنوض بعدا سيبوكا ما خداماش لك سيبوكا ما خداماش لك سير شال الدار وانا هضر تو صراحة ان شاء الله ما نكذب عليك صراحة كنت خدام اليوم ترتا مالا واش غدير غنصبر وصافي ما عندنا ما نديرو صبر على ود الوليدة حبيبة صافا لاباس عليك الحق وليد لاباس الحمد لله كيداير راجلك كيف هذا ما دقيتيني يلاه واش عيط ليا الكوموند ليا واحد كارطون ديال السوشي وغادي نجيبها ما نكتبش عليك اختي فيا المود ديال الجو ايوا يا حبيبه ديالي بالصحه والراحه يلا حبيبتي بالسلامه تهلاي في راسك حسبي اللي في عيني تشوف لا ما نشرح يما بغى الفن غيب بات ما نصبح هاف الطرقاني القدام ووايد فين كتشطح مستاهل لاكيك وحتى اللي يفرح واذا بغيت نوصف شراح انت شيخ شي رجلة مخرجة وانا رجلي قاسي يعطيني غف العصا قال لي غس سوشي ايه غير جاني سخني لاجور ديجي كارط كارط واجد ما تيجاوبني هذا ما بلان موال بلاش بهاد الخدمة هذا نمشي نتفاهم مع ديك اللي علاش خارج عارف راسك شنو درتي بعدا اصلا الخدمه ما صدقاتش اليوم على ودك رجعت انايا وزيد هادشي تلاقيت معاك برا غادي عند صاحبتك ولا صاحب شي علاش مشيتي عندها تلاقيت بيها علاش قلت لك المره الاولى مشيتي عندها وهذه المره الثانيه علاش مشيتي عندها ولا صاحب شي حسيت بيك كنبغي شي صحاب كنقول لك ما مشيتيش عندهم لا ما مشيتيش عندك ما تخرجيش عند ديك الصاحبه ما خدامهاش لك علاش ما خدامهاش ليا هذيك ما خدامهاش بالزنقه هذيك ما خدامهاش ماشي بالزنقه انت متزوجه انت غتبقاي جالسه في دارك خدامهاش لك صاحبتك ما خدامهاش لك صاحب شي علاش ما خدامهاش لك علاش ما خدامهاش ليا ما خدامك زيدي معايا في الهضره ديالها ما خدامهاش لك علاش ليا صاحب شي ويلي مره اخرى شي عندها الا كشاف هو صاحب شي عيا اختي خدام الزهره صاحب شي ما يمكنش ليا عيا نحبسوا هادشي هذا خدام الزهره صافي غنحبسوا هادشي الا كانت هي احسن مني هي ماشي احسن مني غتعيش معاك هي كيف صاحبتك وهي ماشي احسن مني كي صاحب شي ما بقيتش شي عندها كنت كنعرفها ملي كنا صغار كنقري لها بجوج هكا صاحب شي ما يمكنش ليا وعارفه شنو تدير شنو تمشي عندها والله هذيك راه صاحب شي قلت لك صاحب شي تنصار ما تسعريني صافي دوت معاك يا ويلي دوت معاك اخر مره هي انا هي عيط لها دابا ديك السبيطه حتى خليتها الكلام خليتك الدار عليا عرفتي غتشوفني غتتسمر عليا فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة حبيبة كي دايرة لاباس عليك لاباس عليك كي دايرة مع الصحة كاش عاودي الحمد لله حبيبي سولتك الحمد لله ويلي ما كصاحبش في حقك ما تسولنيش اخ شويش نقول لك كنت كنسيق وانا طيح في الدروج جاب الله عشي جاب الله جا راجلي وداني للسبيطار ودرت العملية كنت غنموت وكيف انا شي بنت قلت والله يا اختي ويلي 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 ويلي
عليا. شكون؟ غير دخلي غير دخلي، راه محلول. بيضا ري والله تعرفتي فوجتي عليا. جلسي جلسي زيد. اش كاش عاودي كبيرة لاباس عليا والله اختي فوجتي عليا فزيتي عندي. لا مسكينة صاحبتي ساكنة خفت ضبي شهادة والحمد لله يا حبيبة. المهم مرتاحة انا وراجلي. صافي يا اختي اختي كنبغيه وكيبغيني وما كنضارب وما حتى شي حاجة ومرتاحة معاه. لا اختي سمحي لي شوفي انايا البارطمون والطوموبيل وشوفي هاد البيات اختي مصابرة يدير لك دارك ويدير لك الطوموبيل. ايوا اختي دابا يدير الله شي تاويل ديال الخير. بغيتي صاحبتي بارط لك اختي صابره عايشه هنايا. انا منك راه في الشهر الاول صرفته بحال وليا شي ولي يدير لك الدار والطوموبيل. انا ما بغاش نجي تجيبي صاكك واجي عندي مرحبا بك البارطمون ديالي. ويلي اختي مخليه بوحدو ونجي. والله ما اختي تخليه بلا تعيشي بحال هكا في هاد البيات هذا. ويلي جيتي تشوفي الصراحه على عندك الحق. عندي ما نبقى جالسه كندير انا هنا كيف هاد البنت كتخنطيش بين هاد رباط الحيوط فهاد البيت. ما تخرجي ما تخليكش تخرجي ما حتى شي حاجه. الله يبارك فيك. راه زعما فهاد البيت اختي ما بغاش يدير لك الدار الطوموبيل شي بارك ما فيه حتى شي تسكري تبقيت نص على البيت. اجي عندي مرحبا بك غير زي ساكك واجي عندي البارطمون ديالي. والله الا عندك الحق نيت ما بقى عندي ما ندير به. صافي غادي يجي اليوم غنموضها معاه وغادي نهصاكي وغادي نجي. اجي عندي مرحبا بك. الله يكبر وراجلك ما يقول والو. ماشي مشكل ويا راجلي راه خصو يجي عندي الضياف ويجي عندي مرحبا بك وانت راه صاحب شي شي يقول لي راجلي شي هادشي. ايوا صافي حبيبي ليك يلاه الله يحفظك. باي باي سلامات الله يفراسك. سلامات المهم انا غنجي غنقرب لها معاه وغادي نجي عندي. صافي تجي عندي يلاه حبيبي سلامات دوزي بخير. الله يهينا. وشوف السيده الدار والطوموبيل والفلوس وخارجه داخله وقت ما بغات وانا ظنتني هنايا بحال شي فلوس. والله الا غادي يجي غادي نموض انا وياه وغنمشي بحال هادي حسن ليا والله. شكون؟ فين عاد؟ اش كاين؟ صافي شفتك واحد الكادو بوان. انا اللي بقاو لي انا الكادو بوان في الساعه داكشي اللي بقاو. شوفي بعد الكادو اللي شفتك واحد. مشيت للبار عرفتي البار اللي كاين في جيسان وشفتك واحد لبيسه تجيك زوينه. شحال شريتي هاد؟ 30 درهم. وهاك هادي اللي دايره 30 درهم اللي دخلتها سيدي انا ما بغيتهاش. جايب لي بيجامه من البار. علاش مالك كي جاتك انايا؟ لا ما بغيتش انايا بيجامه من البار حتى انا بغيت بحالي بحال فاطمه الزهراء. مالها هي راجلها مالي فيها الدار الطوموبيل الخروج فيما بغات تمشي كيديها وانا مهدي عليا ولد الناس وعايشني معاك هنايا في القرى والذل. ايه يهديك الله حنا فقراء مازال ربي من بدا وغيعطينا. مالي انا ومال عباد الله مني مني كرامي. ايه راه كاين مكسر منك انتيا راه كاين مهبط منك. حنا مسكين الله الحمد لله باكي في هاد البيات هادو وخدام على راسو وكدا وشتي داكشي هو غادك يا فلينا فينا وبعدا كسكرو. بقى لك غير كسكرو داكشي هو اللي بقى ناقصك يا ولد الناس. شوف انا نجيك اخويا من الاخر هاد العيشه ديال انا ما بقاتش عاجباني. وتا هاد البيجامه اللي جبتي ب 30 درهم خليتها ليك وتا هاد البيت اللي عجبك خليته ليك وانا غنمشي وعمرك ما غادي تشوف وجهي مازال. العيشه ديال القرف ديال غاتندمي غاتندمي عقلي على هادشي اللي درتي راه غادا تندمي. ها سير دابا الدار الدار وتجي غنشوف هاد صاحبتك شنو غاتعطيك. وانا مشيت حتى هاد البيت خليتو ليك ولد الناس وعيشتيني في الذل وفي القهر بحق والله الا كنت ليك مراتك. تجلب ما عنديش طول عيشة باليا. دخلي دخلي دخلي. طبيعي صاحبي شنو كاين هذا صاحبك وجايه؟ ها خليها على الله اختي خليها على الله من ربي. اختي راني تبعت هضرتك ولقيت بلي عندك الصح. واش انا جالسه مع واحد مسكنني في بيت لا تليفون كاين الناس لا طوموبيل لا الدار كاين الناس. ايوا يا اختي وهزيت صاكي وجيت تكون مقصود الله بغيت نجلس عندك اختي. وانت داكشي اللي بغيت هو اللي هو.
مرحبا بك الزين، مرحبا بك كياني. الله يكبر بك الهبل، انت باغا لي والناس ديال الزين. الله صافي صافي انت مديش بالك، مديش بالك صافي صافي وصافي. دابا شي مديش بالك شي صافي صافي تيقسي معايا هنايا. ودابا راجلك الى جا ما يقول والو، ما يقول والو. انت صاحب شي وراجلي اصلا ما كاينش اصلا. دابا راه مسافر واحد 15 يوم عاد غيجي. وانت جالسه معايا دابا. ايوا صافي يلاه باش تخشي نتفرجوا شويه صافي تلقى هاد الطريقه. تبارك الله السيده هنا بحاليا. واختي نوضي نوضي فطور الزهر. مالك يا اختي؟ انا اختي بغيت نعاونك في شي حاجه، بغيت ندير معاك شي حاجه. واختي راه عندي لك واحد الخبر ما كتفرحش. يا اختي مالك شنو؟ واختي راجلي راه جاي. اويلي اختي راجلي جاي. وين قلتي ليا ما كاينش المشكل الا كان؟ ما عندي ما ندير، انا راجلي اولى ليا منك وداكشي اللي كنت باغا راني وصلت ليه. ياك اختي ياك. هو ما عندي ما ندير، داكشي اللي كنت باغا راني وصلت ليه، وانا راجلي جاي وراجلي ليا اول وراجلي اولى منك. هادي هي العشره اختي فاطمة الزهراء، ياك سمعت في راجلي وفرتك تعشي بيتي وسمعت في اللي كان كيبغيني وخليته وسمعت لهضرتك وغرتني هضره الصحابات. ياك اختي انا ما عندي ما ندير لك، انا داكشي اللي كنت باغا راني وصلت ليه. ودابا راجلي جاي ما يمكنش لك تبقاي معايا، راجلي اولى ليا منك. ياك اختي لقيتيني خبز الله في طبقو، دابا وليتي تقولي لي راجلي ولا ليا منك. حتى انا وقعت لي شحال حاجه بسببك، شي الضربه اللي عندي هنا بسببك انتيا. علاش انت كنتي عايشه احسن مني؟ كان راجلك المخيره كيجيبها لك وانا كنت يوميا كناكل العصا. سمعوا دير الثقه في الصحابات. انا غاده اختي الله يخلف عليك والله يرحم لك الوالدين والله يظهر لك سعد الخير. يلا تيقوا لي في الصحاب. يقعد الشكوشي اللي جبت نهار. يلا يلا خياط يلا يلا حك داكشي اللي بغيتو راني وصلت ليه. يلا ويلي على غضب. يلا حضرتك يلا. ليا مغدرة شغلة بالي وخليتي لمرة، كليتي مالي وتبالت نهارة، هاني بالي وراك يشوف مولانا وخادمو انساني فايني يطلع ولا ارى، وخادمو انساني فايني يطلع ولا ارى. كاقولي تقيل ورايا غيت بابا، انا ودماغي نايضة مقرعة نفسي كارها، كرشي كبيرة خطوتي صغيرة واخا كبر. شكون؟ ندخل لسفينة. شنو جيتي دير؟ بغيت غير نهضر معاكم وشي بحال. واخا دخلي سدي ديك الباب. سلام سوفيا. انا شنو نقول لك؟ شنو غتقول؟ سمعني مزيان ولد الناس زين، وانت لا ما بغيتينيش نبقى ولد الناس. انا حتى دابا ساكن ليه هزيت معايا النهار الاول باش خرجت، حتى دابا غنردو معايا وغنخرج عاوتاني ونرجع منين نجي. واخا زيد شنو كاين؟ راني مشيت عندها اها وجلست عندها اها الغدار، قالت لي علاش انت كيحيد من اللحم ويشري ليك وانا راجلي ديما كيضربني، وفي الاخر كانت هي غير غيره منا حيت انا وياك عايشين فرحانين. بغيت نوصل انا واحد الحاجه هي راه فهمتها مزيان، ماشي بالضروره يكونوا الفلوس وتكون عايش بالفلوس بزاف وتكون عندك الطوموبيل وتكون عندك الدار باش تعيش مع الناس اللي كتبغي. الا بغيتي تعيش مع شي واحد كتبغيه وكان غير الحب بيناتكم، راه غير كاس ديال الماء ونص بيضه راه كافيكم مع بعضياتكم. وهادشي ملي النهار الاول كنت كنقولو لك قبل ما تمشي قلت لك غتمشي غتندمي، علاش نهار الاول ما سمعتيش ليا كنقول لك ان الصحابات راه ما فيهم ثقه، راه الصحابات ما فيهم حتى شي حاجه، ما فيهم حتى شي منفعه ليك نتيا، ها؟ حيت حسداتك، عرفتيها دابا انها حسداتك، ها؟ وعلاش نهار الاول راجلك ما سمعتيش ليا ملي كنقول لك ايا ريح معايا، شو دابا كرداتك وليتي دايره بحال هكا مبهدله، مالك؟ مالك على حالتك؟ انت وليتي مبهدله دايره في هاد الحاله كامله. سمح لي يا سفيان سمح لي، الحسد والغيره كيقتلوا بنادم. سمح لي يا سفيان انا مزوجه فيك سمح لي. بقى دابا راه تصدرش وحده
باقا تسمعي شي وحده صحابات وما كبر غدارات ومن القريب اللي كتقول لك انا باغيه لك الخير هي اللي باغيه لك الشر وباغا تضرك وياكم الثقه ويانا يلا صافي بقاش تعاود يلا 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 نلبس يد الحوايجك وريح ريح الدار يلا اللهم بيت صغير ولا اننا نعيش في شي عيشه اللي كبيره وماشي ديالنا.